صحتي راس مالك. موضوعنا مستمعينا فقرة صحتي راس مالي هو حروق الشمس. ضيفنا دكتور منير سباعي الأخصائي في الأمراض الجلدية بالعاصمة الرباط. صباح الخير دكتور منير سباعي. أهلا وسهلا بك على أمواج الإذاعة. إذن حروق الشمس أو اللفح الشمسي يمكن بعض الناس يستهنوا بهذه المسألة هذه، هل ممكن أننا نسميه مرض؟ هو ماشي مرض، هو حرق بحال شي حد تكب عليه النار طايب ولا تكب عليه الزيت ولا نفس الشيء. دايوغ العلاج ديال ضربات الشمس هي العلاج ديال حرقة عادية. نعم. إذا ماشي مرض، مي هو واحد الحالة شاذة إيكو اللي خاصها تعالج. نعم. لما تعالجش عندها عواقب شوية خايبين. كتعريف لهذا اللفح الشمسي أو الحرق الشمسي ماذا تقول؟ هو حرق ديال الطبقه الاولى الفوقانيه ديال الجلد، تراكش سوبرفيسيال ديال الجلد اللي تتحرق تتولي حمراء تتقشر تطلق الماء، يقدر يعطي حتى بعد النشوص عند الاطفال الصغار يقدر يعطيهم سونابل ديال ديغيداتاسيون تينشفوا. نعم. حيت تتحل الجلد كيبقى يخرج داك الماء الحرق والماء بزاف اجتفاف شيء توقع. هنا تقول الخطورة خاصة عند الأطفال عند الناس اللي جلد ديالهم بيضة بزاف. نعم. هاد الحروق ديال الشمس واش كتكون على درجات؟ إننا كنعرفوا بأنه أقصى حرقة كتكون هي الدرجة الرابعة، فالحرق ديال الشمس فين كيوصل؟ الحرق الشمس من الدرجة الأولى الدرجة الثانية، أن الدرجة الأولى اللي تكون عندك الحمرة اللي تكون تحرق، والدرجة الثانية اللي تكون دوك تنسمو دوك النفخات ديال الماء، دوك لي بول ديال الماء دوك لي كلوك، هذيك هي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة ما تيوصلش ليها، واحد الدرجة الثانية تمشي جلدة كاملة توصل للعضلات، هذا ما كتكونش مع الشمس. كيخص شيء آخر. نعم الله يحفظ. إذا هنايا في هذا الفصل هذا الفصل ديال الصيف كتكثر هاد الحرقات ديال الشمس، كيفاش نتعرفوا عليها؟ يعني بعض النوبات كنكونوا غير محمرين أو لا الجلدة ملتهبة، فكيفاش نفرقوا بين الحرق ديال الشمس أو اللفح الشمسي وال يعني التحمر العادي البرونزاج عادي؟ أنا الحرق الشمسي غالبا ما كيبانش ديك الساعة، غالبا تيجي لواحد الكا ديالو في المساء أو لا في الغد ديال الصباح، عاد تتولي جلدة حمراء وتتولي تحرق بزاف، تولي حريق، الأطفال تيجيو نتيجة الألم كثير، دونك ما كيبانش ديك الساعة في البحر، حتى تيجي لواحد الكا ديالو، وغالبا تيكون في اليوم الأولى ديال التعرض للشمس، تيكونش في اليوم الوسط ولا في الأخر، تكون جلدة باقي ما ولفاتش، العام كله جا مغطيها. واحد النهار تنعديوها وتنجلسوا في واحد الوقت اللي ما خاصناش نجلسوا فيه، واحد مده طويله اللي ما خاصناش نجلسوا فيها كامله، واذا فتتكون واحد الغيرسيون ديال الجلده لانها تتحارب داك الحرق ديال الشمس بداك الحميره اللي كاين. اذا ما تيكونش ديك الساعه من تيجي حتى الليل او لا الغد اللي في الصباح. نعم. هل صحيح ان الالوان الفاتحه يعني اللون ديال البحر واللون ديال الرمال كيساعد على عكس الاشعه ديال الشمس اللي كتكون فوق البنفسجيه بالتالي كتزيد هاد الخطوره ديال هاد الحروق؟ هي غالبا الحروق تتكون بعض المرات تكون لك الانسان تقول لك انا جالس تحت الباراسول ما تحرقش، لا بالعكس، حيت الشمس انت تضرب في الرمله، الرمله غادي كريستو غادي بحال الزجاج، الرمله تضرب تكون ذاك العكس ديال فوالا تيطلع. اذا واحد اللي تحت الباراسول خاصه الاطفال تنزلوا ان بيبي تحت الباراسول، راه الشمس تجي من الفوق ومن تحت، حيت تجي الشمس من الفوق وتضرب في الرمله وتطلع عنده. في الماء نفس الشيء، انت نهبطوا تهبط الاشعه الشمسيه ديال الماء، راه واحد 30 تتهبط تحت البحر، اما داكشي اللي بقى تينعكس. اذا تنجلسوا بزاف في الماء خاصه الماء ديال البيسين تنجلسوا بزاف تنحرقوا الوجه ديالنا. وكاين حاله اخرى عاوتاني حتى في الثلج، غير واحد الناس حتى في الثلج تيجي الثلج تيتحالوا، حيت الشمس تجي من الفوق وتضرب في الثلج. اذا خاص حتى باش ما نقولوش ضربات الشمس في البحر، راه في مارس في جونفي في غير تمشيو للشمس تمشيو بطول الثلج وتنساو ما تدوش ليكخون ديالنا ما تحميوش هنا، فالناس تيجيو محروقين في الثلج. نعم. شكون هما الناس الاكثر عرضه لهاد الحرقات ديال الشمس؟ تكلمتي على البشره البيضاء والاطفال الصغار، هل هناك يعني امراض جلديه او لا امراض عضويه اللي كتساهم في زياده هاد حرقه الشمس؟ وي، اذا قلنا كاين الاطفال، كاين الناس جلدهم بيضاء، حيت قد ما كانت جلدنا بيضاء قد ما عندناش لا ميلانين كثيره، هذاك الماده اللي تتحمي من الشمس، حيت لا ميلانين تتمشي للخلايا وتتحمي من الشمس. اذا قد ما كان اللون ديالنا غامق كنا سمرين او لا سميتو تكون ولا دي بغان تكون محميه من الشمس. كاين بعض الادويه، الوغ كاين بعض الادويه اللي ناكلوهم
تيجبوا الأشياء عادية يعني بعد الأبيل خاص الواحد يصوب الطبيب ديالو تنقصيده واش مش البحر كان بعد الزونتيبيوتي كان بعد الأبيل تركسبوهوش حنا في تيطلعوا ديك الحساسية ديال الشمس وكان بعد الأمراض بعد الأمراض خاصة تنو لي مالادي دو تيستام لو لوبوس سكلوروديرمي كاين أمراض اللي تعرض لهم المريض إلى تعرض الشمس تزيد تتحرق ولا تبان المرض دونك بحال هذا بحال هاد الأمراض هذو غالبا المرض تكون عارف اللي راه إلا مشى الشمس منوع عليه غادي تمنع عليه الشمس وعاد نساو الأطفال اللي الإكزوديرما بيغمونتوزوم أطفال الليل لي زالبينونس لي كاين بعض الناس اللي قد ما مشاو الشمس قد ما متعرضين لسرطانات الجيل علاش حيت المناعة ديالهم ما عندهاش هذاك العسكري حيت ملي تكون الشمس تتكسروا الخلايا الخلايا تتكسروا إلا كان الإنسان عادي داك الجهاز المناعه تيحيد دوك الكوسو تيحيدهم كاين الناس اللي ما عندهمش داك العسكري اللي تيقاد لهم داك الكوسو اللي عندهم في الخلايا ديالهم في الدي ان ديالهم جهاز المناعه ضعيف اكزاكتومون تبقى يتصرف معاه مع حتى يديروا سرطانات جينيه نعم هنا كنتسالوا ايضا على طرق الوقايه من هاد الحروق ديال الشمس انا طرق الوقايه سهله اولا يلا بدا الصيف غنمشيو للبحر ما نمشيوش نجلسوا في البحر نهار كله نهار الأول نص ساعة وربع ساعة ما نجلسوش بين 11 ديال النهار وبين من 11 نهار بحال العشية حيت ما تتكونش الشمس عمودية دونك لي غيون 100% تيهبطوا وتيهبطوا على الظل وتيطلعوا من الفوق من تحت الماء القبيلة دونك دونك نحاولوا نبعدوا من هذا الوقت ديال الشمس نحاولوا النهار الأول الأسبوع الأول نجلسوا غير نص ساعة ربع ساعة نص ساعة ساعة بشوية تتولي تولف سميتو نحاول أحسن وقاية ديال الشمس هو اللباس والبنان يعني يدخل يعرف البحر منين يخرج لبسوه انتيشيرت لبسوه شي حاجه اللي غادي تحميه من الشمس يعني خص الوقايه تكون بالبسه اللي يعني كتقيس مباشره الجلد ماشي بعيده عليه بحال الباراسول لا 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 الباراسول ما تحميش نهائيا من سميتو دونك كتكون الاديسه وكاين واحد الخطا باش ما ننساش واحد الخطا شاذ حسب الاباء انهم يهزوا تيشيرت تيتزقوا بالماء وتيلبسوا لونهم نعم هذيك داك الماء تيظل الشعاع عاد غادي تزيد تحرق دونك تنديروا لواحد اللباس تكون اللون ديالو ما تيعكس الشمس يكون اللون ديالو كلير ما يكونش ابيض لا ما يكونش كحال ولا ما يكونش غامق كيجاب اشعاع اكثر فوالا وعاد من بعد كاين الكريمات اللي حاميه من الشمس نعم اللي بغيتو نطلقوا عليها من بعد نطلقوا عليها من بعد ان شاء الله نعم كنعرفوا انه الناس محتاجه الان فيتامين دي وكاينه واحد الثوره ديال الحديث على الفيتامين دي وبانه ممكن انه ناخذها من اشعه الشمس فكيفاش نعملوا التوازن ما بين اننا ناخذوا فيتامين دي من الشمس وما نتعرضوش للحروق الو فيتامين دي ماشي هو اللي بنت على قلنا نقولوا شرب الحمد يعني كاين واحد غير يديه غير حيت غالبا النساء هما اللي عندهم المشكل ديال سميتو غالبا النساء ولاو تيلبسوا بزاف الحوايج ديالهم تيسوفي المراه تعاد يديها واحد ربع ساعه ولا نص ساعه في النهار في الشمس ماشي ولا بدا لابلاج في البالكون ديالها في السطح ديالها في الشوطه ديالها الى عندها شوطه كل نهار ربع ساعه في اليوم تخلي عين الساق ديالها او الرجل ديالها عرياني سميتو هذا كافي باش يكون عندها واحد الانابور ديال الفيتامين تي كيكفيها النهار كله نعم اذا ماشي ولا انا نتعزاو كاملين في البحر ونجلسوا نتعزاو الشمس ساعتين ثلاثه بعد الشويه نعم إلا تكلمنا على العلاج ديال هاد الحروق الشمسية هل هو سهل ولا بحالو يعني الحروق كيطلبوا واحد المدة طويلة واش كيخلي آثار على الجلد انا على حسب الجيل على حسب النوع ديال الجيل ديال حيت كاين بعض النوع ديال الجيل اللي دغيا تيبرا وكاين بعض الناس اللي عندهم الجيل ما تيبراش دغيا اذا العلاج ديال هاد الضربات بحالو بحال الحروقات الاخرين دونك اول حاجه خاص الطفل يشرب بزاف ديال الماء حيت تضيع الماء ما ننساوش ان نداوي الجلد ونساو انه يقدر يجتفف دونك خاصو يشرب الماء بزاف تنديرو مراهم ومرطبات على الجلده باش نهبطو ديك الحموضيه ديال الجلده حيت الجلده قد ما بقات حمراء قد ما تتكحل البال دونك حيت كاين الاطفال تنشوفوهم ولا الناس كبار اللي تحقوا واحد العام وبقات واحد الطبعه كحله سوداء في سميتو حيت ما خدوش العلاج ديالهم من ذاك الوقت دونك اول حاجه غيشرب مثلا غادي يحبس الشمس تعادل الشمس واحد المده حتى يبرا داك الشيء تنديروا مراهيم تنديروا دي شي واحد ينتعل فوطه يدفع المبيض من الثلاجه ويحط هذاك خاطر يهبط ديك الحراره يهبط هذاك ذاك الحموضيه اللي كاينه في الجلد كاين دابا لي زوتيرمال اللي تيتباعوا في الفارماسي اللي يرشوا واحد باش يهملوا عليه
باش يمدوا عليه ويسكنوا داك الالم اللي كاين. وخاص العلاجات ديال المراهيم كاين خاص ولد واحد الاستشاره طبيه حيت بعد ما بعد تجرح هذاك الجلده ويقدر يدخل شي ميكروب وسقوا عليه خاصنا دي زونتيبيوتيك وخاصنا ادويه اخرى. نعم اذا والناس كتبغي تكتسب واحد اللون جميل برونزي فكاين بعض النساء وكاين ايضا الرجال اللي كيدهنوا مجموعه من انواع الزيوت يعني بغض النظر على النوعيه ولا على اش من المستخلصه منها فهاد المساله هذه هل صحيه او لا؟ الو اول حاجه بدا نقول لك عتبدا الشمس عتبدا الواحد يمشي للبحر يسالي الصيف تبقاو يجيو عندنا العياده ديالنا خصنا حنا اطباء الجلد بالفطريات كيسموا البهاق وسميتو نعم الفطريات غالبا تشوفوهم عند الانسان اللي عنده جلد ديالو دغيا فمنين تزيد دهن الجلد عاوتاني ديالك بزيوت يديروا تيخلطوا زيت زوج كثيره تدير زيوت اللي مادات باش تتكال ماشي ذات باش ذات الجلده فتزيد تساعد الجلده ديالك انها تغذي دوك الفطريات اذا تولي عامل اخر من غير البرونزاج من غير فتبارك الله في فارماسي كاينين دي زيكرون لي ودي دي كريم باش تبرونز الواحد دونك علاش غادي نخليو بحاجه اللي دارت اللي مجربه في مختبرات ونقيه مزيان ونديرو شي حاجه اللي غتخلق لنا اضرار واحد اخرين فالزيت تقدر يحرق الانسان والزيت تقدر يساعد باش تكونوا على دوك الفطريات تنولوا في مشكل اخر إذا من الأفضل نبعدوا عليهم. بعدوا عليهم. دكتور منير سبعي هل من إضافة أو نصيحة في الختام؟ ألوغ الإضافة اللي غندير هو قبيلة الكونسولوغ على الكريم هذوك ربما زابيناهم لنا خصهم حلقة بوحدهم. وي غنقولهم تفضل. بالنسبة للأطفال حيت كاين بعض النساء اللي تيهزوا ليكرون ديالهم هما تيديروا الأطفال ديالهم فهذا خطأ كبير. الطفل ليكرون ديالو بوحده. تكون حيت الطفل تيدوز كنا قيل لي زيكرون مينيرو النساء غالبا تيدوز لي زيكرون شيميك اذا فمنين غنديرو ايكرون شيميك المرا الطفل ديالها فيقدر يعطي اكزيما يقدر يعطي حساسيه اخرى فهنا الطفل اما ما ندوي ليه والو نحميو عليه بحوايجو او لو بغي ما ندوي ليه ليكرون تيدوي ليكرون اللي خاص بالطفل ونعاود ناكد على الماء 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 والماء. دكتور منير سباعي الاخصائي في الامراض الجلديه بالعاصمه الرباط شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ونتلاقاوك في اقرب فرصه باذن الله.